السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم إخوين حاليا بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثنا بالفيديوهان أو الفيديوهين السابقين، الأول عن تربية الذكور والآخر عن تربية الملكات، ووعدتكم بمحاضرة ثالثة وهي تربية الملكات عن طريق التطريد، وهي الملجأ الأخير لأخونا النحال الكسلان. ولكن الكسلان يحتاج إلى خبرة وفهم لطريقة تربية الملكات عن طريق التطريد. وأولا سنركز على تربية الذكور. تربية الذكور، وما أدراك ما تربية الذكور؟ هي الركيزة الأولى في الحصول على أجود وأفضل الملكات على الإطلاق. أرجو الرجوع إلى الفيديو السابق حول تربية الذكور حتى نستطيع أن نربي ملكات قوية ومميزة من ملكات التطريد. فما هو التطريد أصلا؟ التطريد هو آلية طبيعية لتكاثر نحل العسل، وهي غريزة حباها الله عز وجل لبقاء النحل على ما هو عليه الآن. طيب، متى يتم التطريد؟ يتم التطريد إذا وصلت الخلية إلى الاكتظاظ أو الامتلاء بشكل كامل، يعني امتلأت كل الإطارات أو القبح من البداية حتى النهاية وأصبحت مكتظة. هنا يقرر النحل عملية التطريد وانقسام الخلية. وفي هذه الحالة تسمى أو يسمى هذا التطريد بغريزة، يعتبر أن النحل وصل إلى الاكتظاظ ثم طرد، هذه تعتبر غريزة، غريزة التطريد، وليست صفة اكتسبها النحل وتعتبر صفة سيئة. الآن كيف نربي الملكات من التطريد؟ طبعا من أهم العوامل كما ذكرنا سابقا أو آنفا تربية الذكور، هذا لا محالة للحصول على ملكات مميزة، والعملية سهلة. يعني أرجو إلى الفيديو الذي سبق قبل الفيديو تربية الملكات. ثاني شيء هو اختيار الخلية التي سنربي منها الملكات أن تكون خلية لها سجل. الأخ النحال يكون متابع ومطلع على معطيات هذه الخلية لعدة سنوات، تتميز بها كل الصفات المميزة من إنتاج للعسل والهدوء والتأقلم مع المناخ ومقاومة الأمراض أو السلوك الصحي، البروبليس، العكبر، كل الصفات الجميلة في الملكة التي نطمح إليها جميعا. والنقطة التي تليها هي توفير الغذاء المتكامل داخل الخلية، كما تحدثنا عن تربية الملكات، توفير حبوب اللقاح وتوفير المحلول السكري بشكل متكامل لا يقل عن إطارين أو ثلاثة إطارات داخل الخلية حتى نحصل على ملكات مميزة. ومن الإجراءات المهمة جدا هي معالجة الخلية قبل البدء في تربية الملكات، وهي أولا رفع مناعة الخلية أو مناعة النحل، وثانيا مكافحة الفاروة بالطرق والوسائل المعروفة والمتاحة لدى الجميع. من تتواجد مع لديه الطريقة الطبيعية كافح بالطبيعية، ومن الطريقة الكيميائية كافح بالكيميائية. نحن لا نحرج على أخونا النحال، ما يهمنا هو مكافحة الفاروة بالوسائل المتاحة لديك فقط. وكذلك يمكن لأخونا النحل دعم الخلية حتى يصل إلى اكتظاظ كامل، يمكن دعم الخلية بنحل حاضن من خلايا أخرى مواصفاتها جيدة، أو نقل إطار فيه حضنة مغلقة والاستمرارية في دعم الخلية حتى تكون خلية مكتظة ثم تقرر قرار التطريد، وهنا نحصل على الملكات. ولا ينسى أخونا النحال المتابعة
والتركيز على الخلية في هذه الفترة التي يريد أن يربي منها ملكات، حتى لا نقول فر وهرب، يعني راح يكحلها أعميها، راح يحصل على ملكات طارت الطرد الأول والطرود بشكل عام، وخسر أخونا النحال الخلية بما فيها. طبعا من النقاط المهمة عندما يقوم النحل ببناء البيوت الملكية وغلق البيوت، هنا أخونا النحال يكون قد استعد سابقا في تجهيز التقاسيم داخل المنحل، فعند خروج أول طرد يكون هو مستعد لتسكينه. ثم يليها البيوت الملكية المتواجدة داخل الخلية، هنا يقوم بتوزيعها داخل التقاسيم الذي قام أو التي قام بتجهيزها سابقا، يقوم بأخذ البيوت الملكية وتوزيعها على باقي التقاسيم، مع ترك بيتين ملكية في الخلية التي طردت، أحد هذه البيوت يقفص عليه والآخر يتركه، حتى إذا خرج الأول ثم تلقحت الملكة قد نكون قد ضمننا وجود ملكة، أما إذا خرجت ولم تعد يمكن فتح المجال للأخرى تكون هي البديل داخل الخلية. هنا النقطة المهمة بعد خروج الملكات في التقاسيم وتم التلقيح بفضل الله ومنه ولم توجد أي خسائر في تلك التقاسيم، هنا على أخونا النحال التدوين والمتابعة على كل خلية تم الحصول فيها على ملكة من ملكات التطريد، فإن كانت سيئة تخلص منها، وإن كانت جيدة البقاء عليها والاستفادة منها، وهنا يستفيد أخونا النحال من ملكات التطريد بالطرق والوسائل التي تحدثت عنها، وهي سهلة وبسيطة. طيب، ما هي مزايا التطريد أو ماذا سنستفيد من التطريد؟ أولا سنستفيد ملكات قوية ذات بنية جيدة من أصول استطاع النحال أن ينتجها في منحله. ثانيا الحصول على إنتاج وفير من منتجات الخلية. وثالث نقطة هي أن أخونا النحال توسع في منحله وحصل على خلايا أخرى، وهنا زيادة كما ذكرنا في الإنتاج. طيب، ما هي عيوب التطريد؟ من عيوب التطريد أن أخونا النحال يحتاج إلى الخبرة والممارسة، والخبرة ستأتيه من النقاط التي ذكرتها أنا سابقا، هنا وفرنا لأخونا النحال الخبرة. ثانيا صعوبة في التحكم، من العيوب صعوبة في التحكم في الخلية، كيف ذلك؟ أن الأخ النحل قد يغفل ذهابا وإيابا أو ينشغل هنا وهناك، فيذهب الطرد وتذهب الخلية ولا يستفيد شيء. وكذلك من عيوب التطريد هو تحويل التطريد من صفة وغريزة منحها الله تعالى إلى صفة سيئة. الصفة السيئة هذه يلاحظها، سأذكر أخونا النحال، تلاحظها أخي النحال أن لديك خلية من إطارين أو ثلاثة أو قبح يكون فيه الثلث الأول أو ربع أو النص يقوم بالتطريد، هنا اكتسب المنحل صفة سيئة من صفات التطريد، وهذا ما نحذر منه دائما، فيجب على أخونا النحال أن يكون ملم في هذه الأمور الدقيقة حتى يكون منحله منحل ذو إنتاج وفير وليس منحل متراجع إلى الخلف. كذلك من عيوب التطريد قلة الإنتاج، 100% عندما تطرد الخلية يقوم النحل بسحب المخزون سواء على الحضنة أو وهو خارج، فهنا يسحب المخزون من العسل ثم ينتقل إلى خلية أخرى، وتكون هذه الخلية خلية نص أو نص زي ما يقال بالعامية، هنا يبدأ النحل بالتكاثر تدريجيا، وهنا يكون الإنتاج قليل لا يستفيد منه أخونا النحال.
ولا يتم الإنتاج هذا إلا بعد أن تستعيد الخلايا أو الخلية قوتها وعافيتها بعد التطريد. كذلك من عيوب التطريد هو فقدان الملكة. سيسأل سائل: كيف فقدان الملكة؟ أحيانا السبب يكون هو أنت. أنت أخي النحال، عندما تذهب لإحضار الملكة أو إنزالها من الشجرة أو من هنا أو هناك، قد يتم دهس الملكة أو التخلص منها بطريقة غير يعني متعمدة، أو ممكن أن الملكة وهي في الجو لقطها أحد الطيور أو أحد أعداء النحل، وهنا فقد أخونا النحال الملكة، وهنا يحتاج إلى تربية ملكة جديدة وشغلة أخرى تحتسب عيب من عيوب التطريد. وكذلك من عيوب التطريد هو الخسائر المالية. كيف الخسائر المالية؟ من خلال أولا إذا فقدنا الطرد، خرج الطرد وأخونا النحال نايم على ودانه زي ما يقولوا أخواننا، ذهب الطرد وذهب الطرد الذي يليه وأخونا لا يفلح في هذه العملية، فكانت المشكلة أنه خسر الطرد، وخسر مع هذا الطرد الإنتاج الذي كان سيحصل عليه من هذه الخلية. لذلك بينا لكم عيوب التطريد. أرجو أن يكون أخونا النحل ملم في هذا المجال. تحياتي لكم من اليمن، أخوكم المهندس عبد الرحيم الجابري.